استعدادا لبطولة أندية العراق بالكاراتيه، أقام الاتحاد الفرعي في المثنى بالتعاون مع ممثلية اللجنة الأولمبية بطولة الإكسير الدولية للنساء والرجال ولمختلف الفئات العمرية وبمشاركة فرق عدد من المحافظات، وتمهد البطولة لاختيار عدد من المشاركين لتمثيل العراق في استحقاقات خارجية. حد الآن شفت نماذج جيدة جدا بها، يعني نتفائل بها، وهذه النماذج طبعا جاتي من التدريب المتواصل، وأنا أتمنى أن يكون هذا التدريب متواصل وما ينقطعون عن ممارسة اللعبة. ويسجل حضور ومشاركة الفتيات تطورا في تقبل هذه اللعبة من عوائلهن، رغم أنها من ألعاب الفنون القتالية. اللاعبات المشاركات حملن الكثير من الأمنيات لتطوير هذه اللعبة وتعزيز حضور النساء فيها. أول مشاركة لي بمحافظة المثنى السماوة، وإن شاء الله يعني أحقق المستوى الأول وإن شاء الله أكون الأفضل. فأتمنى يعني من الاتحاد أن يفتح قاعات ويكثف القاعات بالعراق، لأن مثل ما تعرف يعني قليل من القاعات يعني للفريق النسوي يعني كربلاء المقدسة. ورغم أن البطولة غلب عليها الطابع الاستعراضي للتنافسي، لكنها كانت فرصة للكثير من اللاعبين لإظهار مهاراتهم، وفرصة أخرى للكوادر التدريبية للتعرف على خامات واعدة، سيما في ظل مشاركة العنصر النسوي فيها. نطمح من خلالها إن شاء الله لتطوير الحركة الرياضية وإظهار الطاقات الكامنة لدى اللاعبين من أجل تحقيق هدف أسمى، ألا وهو رفع العلم العراقي في المحافل الدولية إن شاء الله. احنا كمدربين ده نفتقد الدعم المادي بكل وسائله، قاعات ما عندنا، احنا ده نجي للبطولات ده ندفع، المدرب ده يصرف على اللاعب من جيبه، بدلة، تجهيز، كراوي، نقل، كل المصاريف ده نصرفها من جيوبنا احنا كمدربين، وما ان لا رواتب من الأندية، لا ان رواتب من الاتحادات، كذلك اتحاداتنا فقيرة يعني كون رغم اتحادنا الآن أولمبي. من السماوة أحمد السعيدي، الحرة.